احنا قلنا للأمير احنا رح نجي لعند أختنا، قال انتظروا يومين ثلاثة رح أخذكم لعند أختكم. بعدين إنه إجا واحد قال إن أنا من طرف الأمير هو اللي دزني، قال جيبهم لعند أختهم. احنا قلنا بنجي، رحنا مع هذاك الداعش اللي إجا. وصلنا على بيت، أنا قلت له هذا البيت اللي موجود أختي بيها؟ قال لا، إنه هلا بتنزل أختك التانية هون وأنا رح أخذك لعند أختك. أنا قلت له ليش؟ إحنا الثلاثة قلنا رح نبقى مع بعض، ما بترك أختي هون. قال ما يصير، لازم. أنا رحت مع هداك الداعش، أخذني لعند أختي التانية. أختي كانت بواحدها بهداك البيت واثنين حراس يحرسوها. وبعدين شي 20 يوم وقالوا إنه ما يصير إلا كل واحدة تأخذ واحد، يعني وزعونا عليهم إنه كل واحد ما أخذ واحدة، وأختي الثانية واحد راح أخذها، يعني مثل كل البنات. هل كان في اعتداء مثل باقي البنات؟ هل كان في تعرضتوا لاغتصاب؟ أنت تعرضتي شخصياً كمان لاغتصاب؟ إيه. وكان بشكل متكرر أو مع شخص واحد أو؟ لا، إنه أنا مع شخص واحد بس. بقية البنات يعني في منهم اثنين، في منهم ثلاثة، في منهم أربعة. لأن أنا شهرين ونص ما حدا أخذني، يعني فترة. بعدين لما هداك أخذني ودلينا عندهم، ومن عنده أنا هربت. من عنده هربتي؟ كنا بهداك البيت 10 أيام، وكل مرة إنه واحد يجي ياخد بنت وياخدها على الغرفة، وإنه إحنا نسمع صراخهم يضربوهم يروحون لعندهم بالزور. يعني كنا ندوج وكنا مخنوقين هناك، يعني كنا نحس إنه ما بنقدر نعيش هيك، وإمتى رح نخلص من هاي الحياة، وإمتى رح نرتاح من هدول الوحوش. يعني قلنا إنه ننتحر، حاولنا الانتحار، بس إنه إحنا قلنا يمكن ما ينجح الانتحار. كيف حاولتوا الانتحار؟ أخذنا حبوب، كلكم كمية بعض؟ حبوب. إيه، إحنا الستة اللي كنا هناك أخذنا كمية حبوب، بس ما صار فينا شيء. ما بعرف إنه هذا البيت كان بيها حبوب وإحنا أخذناهم. أكو كتير بنات ماتوا انتحروا عند داعش، يعني ما بيقدروا يتحملوا اللي بيعملوا فيهم. إنه بنت يعني بعمرها ما شافت إنه شيء، وأبوها ما مد إيده عليها إنه هدول يسووا بيها هيك ويضربوها ويغتصبوها. أكو منهم انتحروا هناك. أنتوا لما أخذتوا الحبوب حسيتوا إنه دخلتوا، حسيتوا بشيء او ايه؟ تعبنا انه ودونا على المشفى وبعدين رجعونا، يعني نفس الشيء يضربونا. فاتن، لما بتقولي لي انه في كان بيع من شخص لشخص للبنات والصبايا اليزيديات، هل كنتوا تشوفوا انه في مساومه على الاسعار؟ تعرفوا شو الاسعار اللي عم تتعامل فيها داعش مقابل امراه؟ ايه، انه احنا كنا نسمعهم إنه أكو يبيعون ب20 ورقة، 20 ورقة يعني 20 دولار، دولار 20 دولار، 15 دولار. وحتى يعني إذا واحد، يعني حتى مرة سمعنا إنه واحد يقول بقدر يعني كل يوم جيب بنت، يعني البنات اليزيديين موجودين وهم كتار، إنه بقدر كل يوم جيب واحدة إنه رح أبيعها ب5 دولار، 5 ورقة دولار. هي البنات بكل الأماكن اللي تنقلتوا لها كانوا كلهم يزيديات؟ إيه، كلهم يزيديات، لأنه إنه بس اليزيديات يسوون بيهم هيك إنه على مود ما يصيرون إسلام. أنت قلتي لي إنك هربتي من
من آخر بيت، البيت اللي كمان تعرضتي فيه للاغتصاب. احنا كنا نفكر شلون يعني نطلع من البيت، كان اكو حراس يحرسونا، 2 حراس، واحنا بطابق اللي فوق هما تحت، وقت اللي احنا مننام وهم منامون يسدون الباب، يقفلون باب اللي بين الطابقين. احنا يوم قلنا له انه احنا رح نصوم وما مننام، لازم نسحر وبعدين ننام. الساعة 2 بالليل انا سويت اكل واحنا اكلنا، الساعة 2:30 طلعنا صعدنا فوق، وكان عندهم كاميرات يعني تصور كل البيت من برا. من برا في كاميرات مراقبة. ما بنقدر اذا اكو كهرباء ما بنقدر نطلع لبرا. احنا لبين ما احنا اكلنا الساعة 2:30 بالليل صعدنا فوق، الحارس قفل الباب، احنا 3 رحنا لفوق وكنا مجهزين الهدوم انه اذا طلعنا رح يعرفون انه احنا يزيدين، لازم نلبس خمار وجبة. بعدين شفنا انه اكو شباك مفتوح وبي بلكون، بس يعني طابق الثاني انه بعيد عن منزل الارض. ربطنا البطانيات مع بعض وكان هيك يعني محجل انه مثل الحديد، ربطنا البطانيات بي، وانا والبنت الثانية مسكنا باختي، اختي نزلت والبنت كانت خايفة وتقول انه ما بنطلع، كانت ماسكة باختي لا تطلعين لا تنزلين جوا انه ما بنقدر نطلع، انا خايفة ما بقدر انزل. وما تركت اختي، واختي كانت بالبطانيات وقعت. خفنا كثير انه الحراس يسمعوا صوت ويطلعوا لبرا، بس الحمد لله ما سمعوا وما طلعوا لبرا. بعدين قلت لبنت الثانية انت هم نزلي مثل ما هي نزلت وديري بالك لا توقعين. قالت خايفة، قالت انه لو تموتوني اني ما بنسمع. خافت ما عاد بدها. ايه العمر يعني عمرها 15 سنة، البنت صغيرة انه خايفة تنزل انه توقع مثل اختي. قالت ما بقدر، انا بالزور نزلتها. هي هم نزلت وانا شديت الشنطة اللي انا حطيت بها الخمار والمي والجوبة ونزلتها، وهم اخذوا شنطة وانا نزلت نفس الشي، بس انا هم وقعت ورجلي تفركش. بالزور كنت امشي على رجلي، ما بقدر انه امشي. هاي كان ليل، ما عاد في الساعة 3:15 بالليل، ما في كهرباء يعني ماكو انه الكاميرا تشوف برا، ما يشوفون. بعدين رحنا والباب اللي بالحوش باب الكبير مقفول، كان اكو حيط، احنا ساعتنا بعد طلعنا على الحيط ورحنا على الشارع، ومن الشارع كنا نركض. الساعة 3:30 للساعة 4:30 احنا نركض. بعدين فتنا بهيكل بيت مهجور، احنا فتنا بيه هو على الشارع العام، وفتنا بالبيت وخابرت على اخوي. انا قلت لاخوي انه احنا هربنا. كيف قدرتي تخابري على اخوك؟ كان عندنا موبايل سري، احنا لقينا الموبايل من بين غراد بيت المسيحيين، وسرقنا باتري من عند الداعش، وكان عندي سيم كارت حطيناه بالموبايل وخابرت على اخوي. كنتي مخبيه السيم كارت من البدايه؟ انا من البدايه مخبيه السيم كارت، انه وقت اللي جمعوا الموبايلات والسيم كارت وكل شيء اخذوهم، انا حطيت السيم كارت تحت لساني وما شافوا، ودل السيم كارت معي لبين ما لقينا الموبايل. من شفنا الموبايل بعدين اذا يعني فتنا بالهيكل، انا خابرت على اخوي، هو انطار رقمنا على واحد تاني، واحد كردي، وخابر علينا وقال انا راح ابعث لكم واحد سايق تاكسي يساعدكم. هو انطانا الرقم، احنا خابرنا عليه. سايق التاكسي قال ما بقدر هلا اطلع، لازم تخبون هناك للساعة 7 الصبح، انه اذا طلعت هلا اكو سيطره داعش راح تسالني وين رايحه وراح يعرفوا. الصبح الساعة 7 قال انا بالشارع. احنا طلعنا على الشارع ومشينا بالشارع، قلت يمكن هذا هو، كانت سيارة واقفة، أخذت البنات ورحنا قربنا، كان سيارة مال داعش. بعدين رجعنا
احنا كنا لابسين خمار، ما شافوكم، ما عرفوا مين انتم. لا ما بيعرفوا. رجعنا، كان اكو نفق، رحنا قريب غرمنا عن النفق، سيطرة مال داعش جوا النفق. فتنا بالشارع الثاني، لما دخلنا بهذاك الفرع بالشارع، اختي قالت انه احنا يم الهجرة والمهاجرين. انا كنت احكي مع السائق، قلت له انه احنا يم وزارة الهجرة والمهاجرين. قال عرفتها وهلا بتجي، لا تروحون على اي مكان. وكنا خايفين، قلت له انه احنا خايفين راح نروح على الهيكل لبين ما تجي. والبنات اللي معي كانوا صغار يعني يبكون. رحنا قبل ما نوصل على الهيكل، هو اجا وعرفنا انه قال انا شفتكم، انا بواعد علي شفت انه هو ورانا، هو وزوجته. رحنا على السيارة، ركبنا على السيارة وقال انتو بأمان هلا. أخذنا على بيته ودلينا عنده يوم. وبعد ما بعدها بيوم الثاني، هداك اللي ساعدنا اللي بعت لنا سائق التاكسي خابرنا بموبايله، قال هلا واحد ثاني رح يجي ياخذكم، يمكن يطلعكم من الموصل. وهذا اجى الساعة واحدة بعد الظهر، اجى اخذنا من بيت ابو التاكسي، هو هم سائق تاكسي. احنا لبسنا جوبة والخمار وركبنا بالسيارة. قال انتي لازم، انتي اكبر منهم، لازم تركبين معي يعني مو ورا. وانطاني هوية من زوجته، قال اذا السيطرة وقفتنا اعرفي انه هذا اسم زوجتي، لازم تنادين اسمك باسمها. قلت ماشي. بس رحنا وما وقفونا السيطرات. رحنا على بيته، دلينا عنده يوم الثاني بالليل الساعة 7، قال راح طلعكم. قال هداك اللي ساعدكم اللي بعت لنا انه احنا نساعدكم، قال جيبوهم. احنا كنا بتلكيف. وبعدين هو ركبنا السيارة وجاب زوجته واطفاله، مشان داعش انه ما يعرف انه احنا الثلاثة. كان اكو سيطرات قدامنا. رحنا بالسيارة، عبرنا السيطرات، 3 سيطرات مع داعش. لما خلصنا السيطرات راح على شارع الترابي. من شارع الترابي مشينا نص ساعة وقال هلا بتروحون مشي، 2 راح يجون ياخذوكم. لوين؟ على كردستان. رحنا مع اللي يجوا اخذونا، رحنا معهم. وبعدين احنا قلنا قديش راح نمشي، قالوا شي ساعة. احنا مفكرين راح نمشي ساعة، رحنا نص ساعة ووقف وقال واحد تاني رح يجي ياخدكم. احنا ما بنعرف الطريق، هم شافوا الطريق انه اكو ألغام وهم ما بيقدرون يمشون، وهذا التاني بيعرف انه وين يمشي وين ماكو ألغام. واحنا رحنا مع هذا، كل واحدة ماسكة بالتانية ونمشي مع يعني ورا بعض مشان انه الباقي كله حق الألغام. بس في طريق ضيق، بس في طريق. وبعدين مشينا ورا هداك الشاب، كل واحدة ورا الثانية. مشينا يعني احنا مفكرين انه راح نمشي ساعة، مشينا 6 ساعات. 6 ساعات ماشيين. احنا الساعة 1:30 وصلنا على تلسقف. هي يعني كان اكو بها الاكراد موجودين. 1:30 بالليل؟ وصلنا لعند الاكراد. ودلينا عندهم يوم بالمقر، يعني الوقت اتأخر. ويوم الثاني أخذونا على الدهوك. رحتوا على مركز شرطة؟ مركز شرطة نمنا بي. ويوم الثاني أخذونا على الدهوك، إنه الدهوك موجود، كان موجود زوجي وأخويا، ورحنا لعنده سلمونا لأهلنا. كانوا عارفانين إنه إمتى رح توصلوا على المنطقة؟ إنه إحنا كنا مخابرين عليهم إنه رح نوصل. هاي اللحظة لما وصلتوا وشفتوا أهلكم وعرفتوا إنه خلص انتهى هلأ داعش، كيف كانت هاي اللحظة بالنسبة لكم؟ يعني إحنا كانت حلوة ومو حلوة. إنه إحنا وصلنا على الأمان، المكان اللي بي أمان، إنه ما عاد في داعش، ما عاد شي يخوف. إحنا كنا مبسوطين. بس لما شفنا أهلنا، إنه أخوي وزوجته ومرت أخوي تانية، وشفت مرت أخوي إنه عندها ابن وهي حامل رح يجيها ابن تاني، وإنه زوجها مو موجود، يعني كنا مضايقين.
ووقت اللي كنا عند داعش كنا نتفكر بحالنا من الخوف، ما كنا نتفكر بشي. بس لما رجعنا وشفنا انه ماكو، يعني لا امي موجوده ولا ابوي ولا اخي لا بيت عمامي. ما بتعرفوا عنهم شيء؟ لا، يعني من اول يوم اللي مسكونا وفرقونا انه احنا ما بنعرف شيء عنه، ما بنعرف. يعني قتلوا الرجال بس ما بنعرف اذا هم عايشين لو ميتين، وامي كانت كبيره بالعمر ما بنعرف شيء عنه. نسوان اللي كانوا كبار بالعمر ما بنعرف وين ودوهم. يعني كانت صعبة انه اشوف يعني اخوي ومرته وبعدين بقية العيلة ما اشوف، ما حدا موجود منهم. تحبي نرتاح شوي؟ لا هاتي. بعد ما وصلتوا على كردستان وقابلتي العائلة، كيف قررتي أو كيف صارت خطوة إنك تطلعي على ألمانيا؟ إنه كانوا يجون لعنا منظمات ويقولون إنه رح نساعدكم، ويشوفون القصة إنه كيف إحنا كنا هناك عايشين وشو وضعنا وداعش شو يسوي بينا، بس ما ساعدنا. كانوا يجون لعنا ويروحون وبعد ما يجون. بعدين سمعنا انه اكو منظمة راح تاخذ اللي راح تجي من اي داعش على المانيا. يعني كتار منهم ما بيحبون انه يجون على المانيا، واحنا هم انه قلنا ما نروح. بس بعدين قلنا انه شنو الفرق اذا احنا بالعراق او بالمانيا؟ اكيد المانيا احسن من العراق. ليش ما كنتي حابة تطلعي على المانيا؟ ما كنت حابة أطلع، إنه يعني ما بعرف شي عن أهلي. كنت منتظرة إنه يجون أهلي أشوفهم. بس بعدين قلت إنه حتى لو أنا هناك بالعراق، يعني إذا رجعوا رح يرجعون، إذا ما رجعوا ما بعرف شي عنهم. وبعدين رحنا على المقابلة، سووا مقابلة معنا وإحنا سوينا جواز، وقالوا انه كل شهر رح ناخذ وجبه. عملوا مقابله مع النساء اللي خرجوا من يد داعش ليعرفوا مين منهم ممكن يجي على المانيا ومين لا. عملوا مقابله اللي حابه تجي على المانيا تجي، واللي ما حابه تجي يعني لا تجي، ما يجيبوها. وعملوا مقابله معي، انا قلت انه رح اروح. بس يعني بالمقابلة قلت إنه بقدر إنه أسحب، يعني أسوي طلب لزوجي وأهلي اللي هون. قالوا خلال 6 أشهر المنظمة قالت. بعدين إحنا جهزنا الأوراق، الجواز، وجهزنا أغراضنا، وقالوا رح ناخدكم على أربيل. أنا كنت من بين الوجبة الأولى، وبعدها من مطار أربيل جيتوا على ألمانيا. إيه على ألمانيا. هون بألمانيا وضعكم أول شيء في مركز رعاية خاص بكم؟ المكان إيه هو إحنا بمكان، بس المكان اللي إحنا بيه مو كتير مرتاحين بيه، إنه رح يحطون 100 شخص بمكان، والمكان ما بيوسع 100 شخص. قالوا ماكو مكان. يعني هم ساعدونا جابونا على ألمانيا، بس لما وصلونا لهون بعد ما يساعدونا، ما حاسه انه في رعايه كافيه. ايه يعني كان لازم يهتمون اكثر، انه بعد كل هالتعب وكل هذا اللي شفناه يعني لازم بكل شيء يساعدونا. يعني اذا مثلا انه واحده متزوجه هون لازم انه زوجها يجي، لازم تسوي طلب وزوجها يجي لعندنا. انتوا جابوا النساء فقط، والنساء مثل انتي متزوجة واللي مثل حالتك، يعني بقت عائلاتهم في العراق وفصلوكم عمليا، يعني انتوا هون لوحدكم. يعني احنا سألنا لهم انه اذا ما بنقدر ناخد عائلتنا لهنيك، يعني ازواجنا واخواتنا، وقالوا فيكم يعني بس 6 أشهر. احنا قلنا اذا 6 أشهر يعني ما بيها شيء، نقدر نتحمل. بعد ما هجينا لهون استلمنا الإقامة، وقلنا إنه
أنا بنفسي قلت راح أسوي طلب لزوجي، قالوا ما يصير يعني إلا يصير سنتين. لبعد سنتين. إيه. قلت إنه شلون بقدر إنه أنا أكون هون وزوجي يكون هناك وبعدين ما نشوف بعد سنتين. طلعنا من إيه داعش وصلنا لعند أهلنا اللي بكردستان، وبعدين هم فرقونا، جابوا النسوان والبنات على ألمانيا وما جابوا الرجال. يعني شنو راح نستفيد إذا إنه نسوان تجي بدون أزواجهم، وإذا بنت صغيرة تجي وأمها مو معها؟ يعني في بنات صغار موجودين بدون أهلهم. إيه في بنات صغار، وأكو منهم يعني عندهم حالة نفسية. يعني هلأ إنه عندنا بنت عندها حالة نفسية، يعني بمين راح ترتاح؟ أكيد بأمها. والمتزوجة اللي عندها حالة نفسية أكيد، يعني اللي بالهايم كلهم اللي جايين من إيد داعش ماكو ولا واحدة منهم ما عندها حالة نفسية من كثر الصدمات اللي شافت وكل شيء اللي كانت يصير قدام عينهم. يعني أكو منهم معنا هلأ شافوا إنه قتلوا الرجال والأطفال الصغار قدام عيونهم، يعني مين راح يرتاحهم؟ أكيد بأهلهم. أكيد يعني وجودك هون في أشياء كثيرة زعجتك بسبب غيابك عن أهلك فاتن، بس بشكل عام حطيني بصورة برنامج يومك، كيف بتقضي اليوم؟ كيف في برنامج معين حاطي لكم إياه؟ لا ما في. في دعم؟ أنت ذكرتي إنه كل النساء اللي كانوا عند داعش عندهم وضع نفسي صعب بسبب اللي شافوه، هل في رعاية نفسية للنساء الموجودين هون؟ أنت مثلاً كمان واحدة منهم؟ يعني هلأ مسوين جروب إنه يسوون يعني نروح لدكتور نفسي، يعني جروب كامل منروح عند دكتور نفسي. إيه كل أسبوع مرة منروح. هل في شايفة إنه في إمكانية ممكن تتعلمي ألماني ممكن يساعدك؟ يعني إذا تعالجنا وإذا مر فترة أكثر يعني ممكن. بس هلا؟ هلا لا، هلا إنه أنا رح أروح المدرسة بس بعرف بحالي إني ما رح أتعلم شيء. ليه؟ لأني بنسى، يعني ماكو يعني ما بحفظ شيء، إنه كل ما أقرأ شيء بنسى بسرعة، إنه أفكارنا تعبانة ما بنقدر نفهم. لسه مشغول بالك لسه؟ يعني هلا انه انا دائما بفكر انه اهلي بوضعنا، وانه يا ترى شي يوم رح نجتمع مع بعض مثل قبل، انه احنا كيف كنا وشلون صرنا. صعب علينا هذا، ما بعرف يعني شلون إنه إحنا بنقدر نتحمل هذا الشيء. يعني مرات أنا أسأل نفسي إنه كيف نقدر، كيف نتحمل كل هذا، بس ما يطلع شيء بإيدنا. إنه هلأ إحنا هون يعني بنعرف إنه إحنا بأمان، هذا الشيء منيح، بس الشيء اللي مو منيح إنه إحنا هون يعني مفترقين عن بعض. هلأ إنه أنا هون وإذا زوجي بالعراق، إذا أخوي بالعراق، إذا ما بنعرف شيء عن البقية، يعني صعبة علينا. بس ماكو شيء، ما في شيء بيطلع بإيدنا. يعني شلون ما كان إنه هون أحسن من العراق. إذا في أمنية هلا بتفكري فيها فاتن شو هي؟ كيف يعني؟ إذا شو بتتمني هلا؟ هلا إنه أنا دائما أدعي للربي إنه بس يرجعوا أهلي، إنه حتى لو ما إجوا لهون على ألمانيا وحتى لو ما شفتهم إنه بس يرجعون، بس أعرف شي عنهم. يعني يعملوا تلفون إنه بنعرف إذا عايشين وينهم، وبس أتمنى إنه أشوفهم مرة تانية ويرجعوني بالسلام. يعني صعب علي إنه صار سنة ما شفت أهلي. إنه قبل ما كنت بقدر، إنه كنت متزوجة بعيدة عن أهلي، بس كل 10 أيام ما أشوف أمي وأبويا. ما بقدر كل 10 أيام لازم أشوف أمي وأبويا، وإنه هلأ
أقول لحالي إنه يا ترى كيف بقدر أتحمل، كيف عايشة لهلا إنه صار لي سنة ما شفت أمي وأبويا وأخي. صح أكيد صعب، بس ما بنقدر نسوي شي، يعني ماكو شي يطلع بإيدنا غير الله ياخد حقنا ويرجع أهالينا بالسلام إن شاء الله.